مشاهدي قناه شو تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الحوار الخاص واللي كتحضر معايا من خلاله رئيس الجماعات احلف اللي ترأس الجماعه منذ سنتين وما يزيد عن ذلك. ياك والى حدود اللحظه ناس مازال كطالب بمشاريع، كطالب بزاف د المسائل، مي كاينه صعوبات وعراقيل في هذه الجماعه لانها فقيره جدا. وضح الرؤيه الشامله للساكنه شيماء. شكرا خويا هشام، مرحبا بك، شكرا حيت انت معنا اليوم. اليوم الحمد لله كانت عندنا الدوره شملت تقريبا 6 نقاط، فتم المصادقه على جميع النقاط بالاجماع والمصادقه عليها باغلبيه الساده الاعضاء. كنشكرهم من هذا المنبر لان كانت نقاط فعلا لصالح السكينه ولصالح العام. كانت عندنا فيها المشاكل ديال الماء، فيها المشاكل ديال الضوء، فيها تعديل المشروع الميزانيه ديال 25 اللي هي تقريبا بقات نفس الميزانيه ديال الاعوام السابقه، فيها تعديل المشروع الميزانيه اخر باش نديروا مجموعه الجماعات ديال المشاريع باش نديروا لها واحد الفصل اخر. كانت فيها المشكل ديال كهرباء الدواوير بالنسبه للدوار ديال بوشويطينه وفديد نات وديال الكركور وديال الحجاج وبير الورد، فهاد الدواور ما كيشملهمش واحد البرنامج اللي هو بيرك. لهذا اضطرت الرئاسه انها دير اقترحت انها دير هاد المقترح ديالها في اطار دوره من اجل المصادقه عليه، وان شاء الله من باش عندما ما يوجد المحضر ديال الدوره نمشيو للجهه ونمشيو للمكتب الوطني باش نوقفوا على هاد البرنامج ديال بيرغ. كما هو اصلا هو كان في احلاف دار تقريبا من 2015 2016، ولكن ما شملش هاد الدواور لانهم تقريبا كاين مفرقين واحد شويه، لهذا عندهم واحد المشكل. ونظريه الجماعه انها فقيره وما عندهاش مداخل اللي هي كبيره وما عندهاش مداخل اللي هي قويه وشحال من حاجه، دونك ما يمكنش ان الجماعه غادي تمول هذا البرنامج ديال بيغ لانه تقريبا كيمشي حتى 340 مليون حتى 400 مليون، فهمتي؟ دونك على هذا درنا الاطار في اطار برنامج بيغ. بالنسبه للماء والضوء، بالنسبه لدابا كبرت المشاكل. دابا الضوء هو اللي تكلمنا عليه، دابا الضوء بالنسبه تكلمنا عليه دابا. بالنسبه للضوء بعدا كاين واحد من غير هذا البرنامج اللي هو طويل وكبير، كاين واحد الاكستنسيون غديروا الجماعه، هاد لاسوم ديالو تقريبا 500 درهم 50 مليون، غديروا بوند كوموند ان شاء الله في القريب العاجل. خرجت ليتود ديال الواينو ديال المكتب الوطني في جميع الدواوير ديال الاحلاف كامله، خرجت باش دير الدراسه ديالها ونشوفوا ليكستونسيون ما بين الدار والدار. دونك وصلنا ل 50 مليون، غادي ناخذوا غير ليتود من الواينو ونتوكلوا على الله نديروا بوند كوموند. اكبرت المشاكل اللي لقيتيها وانت كرئيسه في الجماعه الفقيره بكل صراحه؟ بكل صراحة أن ما عنديش مشكل لا مع السكينة لا مع العمل ديالي هنا كرئيسة، ما عنديش مشاكل مع موظفي لا مع المواطن والو. الحاجة الوحيدة اللي لقيت أن المشاكل ما كاين واحد الأغلب بعض الناس من المعارضة الله يهديهم الله يهدي مخلق عندهم واحد الحساسية، فهمتي؟ وأنا كنقول لهم من هذا المنبر إلا عندكم حساسية مع الرئيس ما تخليوش المواطن ياكل الدق، خلي العداوة ديالك مع الرئيس وخلي الإدارة إدارة وخلي الصحبه صحبه كيف ما كنقولوا. المشاكل هذه الوحيده بحال دابا انت عارف هشام، عارف المشاكل كامله اللي دارت احلاف، اللي دارت في احلاف، وعارف شنو انا منين جيت، وعارف المداخل اللي ولات، وعارف الاقتراحات اللي كاينه، وعارف المجهودات ديالنا. وكتلقى معنا ديما كاننا رحنا كندورو كندقوا البيبان غير على قبل هذا المواطن، وانه ملي كيجيو الله يهدي ما خلق على حساب هادو كيبقاو فينا حنا الصراحه تقريدو مره على كتافنا، ولكن ما عندنا ما غنديروا، ما عندنا ما غنديروا. في هذه النقطه باش توعدي الناس بالمشكل ديال الماء وديال الضوء. المشكل ديال الماء كنواعدهم لا ما تغطيش في الغرب. لا 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 شوف انا واضحه، عندهم شي ضوء قريب ولا لا؟ انا واضحه وضوح الشمس، انا ما عندي كيضوي على الشمع راه ماشي هذا المشكل ديالك انت اللي درتيه، باش تكونوا واضحين هذا مشكل خاصو حل جذري. وي وي سي فغي سي فغي. بالنسبه للمشكل بعدا ديال الاكستنسيون، الناس اللي هما قراب لهم البوطوات جوج ثلاثة أربعة، فهمتي؟ هاد ليكستونسيون قريب غادي تحل في القريب العاجل، دونك الماكشي غيقرب. بالنسبة للكهرباء الدواوير حنا إن شاء الله غير توجد لنا المحضر نمشيو نجريو على هاد الكهرباء ديال هاد الدواوير ديال هاد الناس بعدا ديال فديدنات وهادوك الطبقة اللي كاينة من جهة الغابة، نمشيو للجهة ونمشيو للمصالح المالية باش ندقوا عليهم البيبان ونمشيو. بالنسبة للماء راه تمت البرمجة ديال الماء 100 مليون، ولو تمت البرمجة ديال 100 مليون راه هذا ما كيدفعش على أن جماعة أحلف ما يبقاش عندها مشكل ديال الماء، لا راه سي با سا. المشكل تما مشكل المشكل تما راه كبير، فهمتي؟ دونك حنا دابا دونك غير ما نشوفوش الناس كتموت فوالا، دابا حنا دايرين ليتود فيها 26 ولا 27 سقايه، راه سافو با ديغ كو من هنا لغدا راه ما غنلقاوش مشكل، لا بالعكس راه جماعه خاصها تقريبا واحد 50 ولا 60 سقايه باش يلاه نغطيو جماعه احلاف باكملها بالماء الصالح للشرب. اذا انت خدامه ومازال غادي تخدم بكل ان شاء الله. حنا عندنا المشكل ديال المحكمه غدا ان شاء الله، عندنا جلسه غنتمناو يكون الخير ان شاء الله ويرجعوا لنا الفليسات ان شاء الله، وناخذوا لوتوريزاسيون مع السيد العامل، وتا هما كيديروا مجهودات الصراحه
عاليه كبيره بالنسبه للعمل، لا من طرف سيد العامل لا من طرف سيد الكاتب العام. كنوجد لهم شكر كبير صراحه، كيعاونونا كي دي سيل كل شيء صراحه. وان شاء الله راه شوف راه ما يمكنش رئيس يجي يخدم في عام ولا عامين، ما يمكنش يدق الباب ويخدم الجماعه في عام ولا عامين. كلمه اخيره. كنشكر خويا هشام على الحضور ديالك، كنشكر قناه شوف تي في، ومرحبا بكم مره اخرى. اخر سؤال تفكرت، الله يعطيك الصحه، المسالك الطرقيه كاين شي طرقات والله العظيم لا خاصك تطير، ناس كيجيو على حاشاك الحمير ديالهم والكرار ديالهم. اي صح ان شاء الله نشوفوا. بحال بالنسبه للمسالك كنرموا بحال دابا الجماعه انا كنرمم المسالك، ولكن ما نقدرش نصايب واحد المسالك اللي هي تشوفنا وهذاك الشيء، فهمتي؟ لان داك الشيء كبير بحال دابا ملي كتكون شي حاجه خفيفه كيف ما سمعتي قبيله في اطار المنجزات بين الدوراتين راه غتلقى تقريبا واحد 15 مسلك اللي مصايب بلي فيش تكنيك ديالهم ولا فيش تكنيك كاينين، واش فهمتي؟ ولكن ما نقدرش نصايب واحد 2 3 كيلومتر 4 كيلومتر بلا تشوفنا، بلا مارشي، بلا مازوت، بلا حتى شي حاجه، فهمتي؟ لان الجماعه راه هي كتخدم غير بهذاك الشيء اللي كيبقى لها ديال المازوت باش كديروا في ليزونجا، ليزونجا كيمشيو غير يرموا، كنهضر غير بالنسبه للترميم، اما بالنسبه لانجاز المسالك وهذا، هذاك الشيء خصو مجهودات، خصو ان كغون مارشي، خصو فلوس، خصو شحال من حاجه، باش نكونوا واقعيين، وحنا راه غير كنطلبوا تشوفنا، كنطلبوا تشوفنا من لي كارير. ونشوفوا شي مجهودات ان شاء الله. ان شاء الله خويا هشام. الجهه ما عطات حتى شي حاجه بالنسبه لا، لان المشكل اللي فين كاين مطروح بالنسبه للجهه ماشي ما عطاتناش، الجهه ما عندهاش ليتود ديال جماعه احلام. علاش؟ لانه ملي جا الرئيس الاول ما دارش ليتود، جيت انا لقيت البيدجي ديفيسيتير لقيت ناقص 40 مليون خلصتها، ملي جيت ندير ليتود اللي برمج الشهر جوج لغاو عليا في المحكمه الاداريه. امور واضحه وضوح الشمس، الله يعطيك الصحه. شكرا خويا هشام، الله يبارك فيك. شوف تي في شفتوا معنا هذا الحوار الشيق واللي وضحت في رئيسه جماعه احلاف شيماء زيد العديد من الامور اللي ما كانتش واضحه للناس. ما بقى لي الا نودعكم، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء. شكرا.